نرحب بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم في هذه الحلقة الخاصة اللي يشرفنا أن يكون معنا ضيف عزيز وأب مبارك، وهو أبونا مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة. أهلا وسهلا بك قدس أبونا. أهلا بحضرتك، أشكرك كثير، اتشرفنا بوجودك معنا. شكرا. والنهاردة عايزين قدسك نتكلم شوية عن شغل الله في المؤمن وفي حياة الإنسان اللي يخاف الله واللي بيحب الله. وأنا عارف أنت قبل الحلقة طلبت أن أنا حتى ما تعرفش عنوان الحلقة ولا تعرف موضوع الحلقة، فإحنا واثقين أنك هتتكلم بالروح القدس 100%. آمين آمين. تسمح لي أقرأ جزء بسيط من أرميا 18. الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هوذا كالطين بيد الفخاري أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. الجزئية دي في أرميا 18، وواضح أن الله هنا بيتكلم مع وعن شعب إسرائيل وبالتحديد يهوذا، وبيقول له أنه بيتعامل معاه. وطبعا إن كان الكلام هنا على بيت يهوذا أو على سبط يهوذا أو على إسرائيل، فنحن في العهد الجديد صرنا كنيسة وأولاد الله الذي يتعامل معنا أيضا الله بذات الطريقة. ففي بداية الحديث أود أني أسأل حضرتك: من هو الفخاري؟ ما هي العجينة؟ وما هو الدولاب؟ ده امتحان. لا عفوا يا بولا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا نشكر ربنا كتير اللي هو معانا وفي وسطينا، وهو اللي بيعلمنا، وهو اللي بيتكلم على السنتنا، هو اللي بيدينا العز والفرح والتهليل والتسبيح والتمجيد، ويخلينا مش في الجسد لكن يرفعنا عشان نكون في الروح. نعم. الكلام بتاع معلمنا أرميا زي ما قال جناب القسيس، ان لما عمل وعاء، طبعا الفخاري هو رب المجد يسوع، والوعاء هو أنا وإنت وإنت وكل إنسان. ولما فسد الوعاء ممكن يقصد به الشعب الأول اللي هو اليهود، وعاد وعملوا إناء تاني اللي هو عهد النعمة، عهد النعمة. ولو طبقنا الكلام ده على الإنسان الغير تائب، ممكن يفسد بالخطية وممكن يصوغ من جديد بحياة التوبة والرجوع إلى الله. لكن ما أجمل إن الإنسان يسيب نفسه، طبعا الدولاب هو النعمة وأصابع رب المجد يسوع اللي هي تشكل الإنسان مرة أخرى، ما أجمل إن الإنسان يسيب نفسه في يد الله ويقول له: صوغ مني إناء نافع للخدمة يا بار. أمين. صوغ مني. نعم. أيها الفخار الأعظم. نعم. صوغ مني إناء ممكن في كل وقت يقول له: جددني، غيرني، صوغ مني إناء نافع. ده عدد ترنيم: صوغ مني إناء نافع للخدمة يا بار. وقبل ما تيجي إيه؟ وقبل ما جيلك تعالالي بسكيب النار. أمين. الله. قبل ما جيلك. نعم. تعالالي بسكيب النار. صوغ مني، صوغ مني إناء نافع للخدمة يا بار، وقبل ما جيلك تعالالي
بسكيب النار صغ مني إن أنا فعل الخدمة يا بار، وقبل ما جيلك تعالالي بسكيب النار، تعالالي بسكيب النار، تعالالي بسكيب النار. أمين. هل في فرق أتسبونا بين التشكيل والامتحان أو التجربة؟ يعني مرات كثيرة ممكن نلخبط كأولاد للرب بين إزاي ربنا بيشكل فينا وبين هل ربنا بيعاقبني أو يمتحني أو بيدخلني في تجربة. ممكن قدسك توضح لنا الفرق بين الاثنين؟ وطبعا في فرق بين الإنسان اللي له عشرة مع الله والإنسان اللي بعيد عن الله. نعم. الإنسان اللي بعيد عن الله أو غير المؤمن بالمسيح، الله يسيبه يتصرف كيف ما يشاء. يبقى ده بيتمم إرادة نفسه. كويس. زي لما بيقول قس الرب قلب فرعون، هو سابه لفكره وإرادته يصنع ما يشاء. ربنا مالوش دخل بيه، لأن الإنسان مخير على طول الخط. كويس. أما إنسان الله، إنسان الله اللي في يد ربنا واللي سايب نفسه لمشيئة ربنا ويقول له لتكن لا إرادتي بل إرادتك، كل ما يسمح به الله هو لخير المؤمن، لخير المؤمن. فسواء تجربة أو امتحان أو تشكيل زي ما بتقول حضرتك أو تشكيل، كله لصلاح المؤمن، لنمو الروح، لثباته، لأننا نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فلو سمح ودخل في تجربة للخير، في ضيقة للخير، الله بنفسه ممكن يشكل الإناء من جديد للخير. لأن إرادة الله صالحة على الدوام ولخير الإنسان. فربنا عايزني أنمو روحيا، شايف أن أنا أنمو روحيا لو دخلني في التجربة دي، شايف أني أتنقى لو دخلني في الضيقة دي، وهكذا. فتلاقي ربنا هو اللي ماسك الزمام، هو اللي ماسك الدفة، هو اللي بيمشيني، مش بيلغي إرادتي. لا، أنا بسيب إرادتي تتطابق مع إرادة الله وأقول له امسك أنت الدفة. نعم. وكون أنت القائد وكون أنت المرشد، وسير أمامي وأنا أسير قدامك. يعني ربنا ماشي قدامي. أمين. وهو يقول لي سير أمامي وكن كاملا قدامي ورايا وعن يميني وعن يساري. أمين. إذا الله سمح لنا أن احنا نجوز ظرف صعب، قدامنا اختيارين: إما أني أتذمر وأشكو وأتحدث عن أحوالي الصعبة للناس، أو الاختيار الثاني طبقا للكلام اللي بتقوله قدسك، أني أقعد قدام ربنا وأسأله: يا رب أنت عايز تعلمني إيه؟ هل ده التشكيل اللي الله بيعمله في الأوقات الصعبة، ولا الأوقات الصعبة دي بتيجي نتيجة أن أنا لخبطت في حاجة؟ يعني ناخد مثال موسى مثلا، بعد ما قتل المصري وظن ان هو اللي هيخلص الشعب بتاعه، طلع فرعون وراه وحاول انه يمسكه فهرب. في هروبه قعد 40 سنة في البرية وفي الصحراء. هل نعتبر المثل ده تشكيل إلهي، ولا نتيجة التصرف ربنا حول الظروف عشان يحط بصماته على موسى؟ ما في شك ان ربنا كان بيشكل في حياة موسى، لكن زي ما قلت حضرتك، ان هل ده تذمر او رضا، يعني خضوع لمشيئة ربنا. الانسان اللي له ارتباط بربنا وعشرة بربنا لا يمكن يتذمر مهما كانت الضيقة او التجربة. بيقول له اشكرك، انا واثق ان ده للصالح. وتلاقي انسان خاضع وعايش حياة التسليم والرجاء مالي قلبه، يقول لك بكرة أحسن، بكرة هيجي الفرج، النهاردة في غيم، بكرة الشمس حتطلع. أمين. وثق حبيبي
أن الشمس خلف الغيم. ده إنسان الله. نعم. إنسان الله لا يتذمر ولا يتضجر، لكن يخضع وعارف أن الله هيحول الكل لخيره ولصالحه. يعني أنتم قصدتم به شرا والرب قصد به خيرا. نعم. فما دام الرب ماسك الدفة، نعم، الإنسان عايش حياة التسليم فمطمئن، سواء في غيم ما فيش غيم، في تجربة ما فيش تجربة، إحنا واثقين إن الرب صالح وحيعمل لخيرنا. أمين. طيب، هدف الله من وراء التشكيل اللي بيعمله أو سماحه لينا إن إحنا ندخل، نستخدم اللفظ الكتابي بتاع الجزء اللي قريناه، قصد الله في إنه يحطني على الدولاب، عايز يوصل لإيه؟ أقول لحضرتك مثال. اتفضل. ممكن يحطني على الدولاب، أو أقول بمعنى آخر ممكن يحطني على النار. على النار. وأجيب المثال بتاع أيوب. أيوه. علة أيوب كان بار في عيني نفسه. أيوه. وطبعا ليس بار ولا واحد. نعم. الله عايز يلفت انتباهه إن البر ده مش من ذاتك يا أيوب، وأنت ما عندكش بر ومالكش بر. عايز يلفت انتباه أيوب إلى إن البر عطية من الله ونعمة من الله. فدخله في التجربة الشديدة، حطه على الدولاب، وخلى التجربة دي مثال لكل إنسان مجرب. سمعتم بإيه؟ بصبر أيوب. بصبر أيوب، نعم. أه؟ نعم. ورأيتم عاقبته إيه؟ البار. نسيت. المهم، دخله في التجربة الشديدة دي وحطه على الدولاب، دولاب النار الشديدة، عشان يلفت انتباهه ويعرفه ويعلمه، يعلمه. قال له أرفض وأندم في التراب، أنا غلطان، بسمع الأذن سمعت عنك، لكن دلوقتي أرفض وأندم في التراب. أنا عرفتك. يعني البر ده مش من عندي. مش من عندي. فممكن الله يحطنا على الدولاب عشان يعلمنا، عشان يزيد قامتنا الروحية، عشان يثبتنا. كل النتيجة للصالح. جميل. إن الله بيسعى لصالحنا الروحي. جميل. لثبتنا في الطريق أو في أرض النعمة. نعم. عشان يدينا بركة جديدة. نعم. عشان ينمينا، عشان يستخدمنا. نعم. عشان يخلينا نثمر أكتر. يعني ممكن يدخل إنسان في تجربة عشان يوضح له الطريق، عشان يزود الثمر. أمين. يعني لنفرض إنسان مثلا، هضرب مثال ممكن يكون إلى حد ما له شيء من الواقعية. إنسان بيخدم، خادم كويس ومثمر إلى حد ما كويس، لكن ربنا عايز الغصن ده يثمر أكتر. وهو بيثمر في الحالة القليلة دي شاعر بنفسه. وشاعر إن هو حاجة يعني كويس، يعني رافع مناخيره كده. ربنا عايز الغصن ده يستخدمه أكتر، فيعمل له إيه؟ يكسر مناخيره، يحطه على الدولاب، يألمه، يحطه على الدولاب، يمرمط به الأرض، يمسح به الأرض عشان يكسر كبرياءه، وبعدين يقوم يعطي ثمر أكثر. مبارك اسم الرب. مبارك اسم الرب. أنت فتحت لنا يعني ثلاث شبابيك في الجزئيه الصغيره اللي انا عارف انت بتتكلم بالروح القدس، ولا حتى عارف انا هتكلم في ايه. الجزئيه دي هو ان احنا عملنا الدولاب وعملنا النار وعملنا التأليم، طلعت لنا ثلاث حاجات، والثلاث حاجات دول عباره عن فعلا موضوع الحلقه، وهو التشكيل الالهي. اذا الله لما بيشكلنا، يا اما يحطنا على الدولاب، يا اما يسمح لينا نخش في النار، يا اما يألم فينا. وقدسك أشرت يوحنا 15 اللي بيتكلم على أن كل غصن يأتي بثمر ينقيه، بالضبط كده. والتنقية دي بتهيألي أمر صعب. تنقية. أنا لما بتكلم يمكن بتكلم قلت له شيء من الواقعية يعني. نعم. نعم. التنقية دي قلت وجبت اللفظ ده، أنا ممكن يمسح به الأرض. نعم، قلت كده صح. يمسح. يعني عايز يكسر الكبرياء بتاعته بالكامل. لان
يعني ما يقدرش يحط حاجة في الوعاء ده غير لو نظفه وخلاه صالح، لأنه هيحط فيه كنز. فعشان يحط الكنز والكنز يبان ما ينفعش يتحط في حاجة قذرة، فلازم ينظف. فعملية وضع العجينة من جديد على الدولاب، إن الفخاري عنده صورة في ذهنه عايز يطبعها على العجينة اللي في إيده. وفي عملية التشكيل ده هو شايف اللي احنا مش شايفينه. مظبوط تعليقك على حتة ان هو شايف اللي احنا مش شايفينه، وكل اللي احنا قادرين نشوفه هو الصوابع اللي عمالة تشكل في العجينة، والعجينة اللي عمالة تلف وتعب الداخل. تسمح لي وان سمح لي الروح القدس اني اقول اعتراف على الملأ. ألا رحت أسيوط، ترسمت في أسيوط وقعدت 8 شهور بس، وربنا كان عامل عمل كبير قوي. قد يكون حسيت بالعمل، حسيت بنفسي، حسيت بنفسي. الله سمح أني أغلط غلطة أو كلمة أقولها لنيافة المطران. أنا اللي غلطت، أنا اللي غلطت. فتهدت الخدمة، تهدت الخدمة، وقعدت سنتين. أنا لما قلت يمسح بينا الأرض أنا أقصد الكلمة دي. واخد بالك؟ إن كنت استفدت من التجربة أو ما قطعا استفدت من التجربة واتكسرت تمام، وأتمنى أني أتكسر أكتر وأنزل أكتر وأنسى ذاتي أكتر عشان ربنا يجيب ثمر أكتر. أنا كنت أقصد الاعتراف ده لما بقول أن ممكن يمسح بينا الأرض عشان نأتي بثمر أكتر. كل غصن مثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. ينقيه يعني دخله في النار. أنا دخلت في النار برجلي، دخلت في النار، النار النار يعني. يا ما قضيت ليالي في دموع غزيرة، لأن في بداية كهنوتي بعد 8 شهور نتيجة غلطة أنا غلطتها، وأنا بعترف على الملأ، نتيجة غلطة أنا غلطتها دخلني في النار، جست في النار، لكن طلعت من النار دهب بأكثر صافي. قوة. لا لسه مش ذهب، أنا لي أخطائي ولي خطاياي. لا لسه مش ذهب. أنا بستخدم اللفظ الكتابي، إنه لما بيدخل الرب ناظر لينا إن إحنا حتى لو إحنا شايفين الشوائب اللي فينا، لكن هو يعني اللي بيصفينا وبينقينا. النار ما تحرقش الذهب، لكن النار تنقيه. فاحنا لسه احنا في طريق التنقيه، ما اقصدش يعني. بس اشكر ربنا في وسط الفتره دي، في وسط فتره التنقيه. ايوه. قد ايه اختبرت عمل الروح القدس وتعزيات وفرح الروح، والله اداني ترانيم والحان في وسط الفتره دي رفعني للسماء. يعني صحيح أنا في وسط النار، لكن في وسط النار أنا رأيت الرابع الشبيه بابن الآلهة، وفي وسط النار عرفت تراتيل السماء، تراتيل السماء، وفي وسط النار لم يتركني، لم يتركني، لكن رفعني على اليدين ويدللني على الركبتين. مجدا لاسم الرب. مبارك اسمه، مبارك اسمه. نعم أنا في النار لكن لم يتركني إطلاقا. وأنا متأكد أن النار دي مرات كثيرة بتعصر وبتنزل، زي اللي بيمسك يعني حاجة قيمة يعصر فيها عشان ينزل. حتى اللي بيعملوا الأكل، الجبن والحاجات دي بتخش في عملية عصير عشان الخلاصة تبقى نافعة وتغذي الآخرين. أنا متأكد في العصرة دي أكيد ربنا قادك لحاجات جديدة وطلع من داخلك ألحان السماء. ما فيش كلام، ما فيش كلام.
هل ممكن تذكر لنا حاجة أو ترنيمة من الترانيم اللي خرجت نتيجة العصر والتشكيل على الدولاب والروح القدس فاض في داخلك بألحان جديدة؟ أكثر من ترنيمة كانت في الفترة دي أذكر منها، أنا قلت يونان دخل في الحوت، دخل في الحوت واجتاز في النار. أنا كنت شاعر بنفس الشعور، وزي ما صرخ يونان أنا صرخت وقلت اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنك، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك، جازت من فوق التيارات وأغرقتني الضيقات، جازت من فوق التيارات وأغرقتني الضيقات، وكأنك تركتني، وكأنك تركتني، واشتهت نفسي تعزيات، واشتهت نفسي تعزيات، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. وسط ده في وسط الألم والدموع والأنين أشكر ربنا، كان بيديني رجاء مبارك وثقة وإيمان، بحيث في نهاية الترنيمة كنت بقول إيه؟ بصوت الحمد أذبح لك وأعود أنظر هيكلك، لأنك استجبت لي كل ما في يشكرك. لك المجد. وآخر الترنيمة ما فيش اسمع صراخي، يعني أنا كنت عايش في مجد، مجد بس جوه الأتون. بصوت الحمد أذبح لك وأعود أنظر هيكلك، بصوت الحمد أذبح لك وأعود أنظر هيكلك.
استجبت لي لأنك استجبت لي كل ما في يشكرك كل ما في يشكرك كل ما في يشكرك. أمين أمين. يعني من أجمل الترانيم، وما أقول أجمل ما أقصدش مزيكا، لكن أقصد الترانيم الممسوحة والغالية على قلب المؤمن اللي الله استخدمها نتيجة الدخول والوضع على الدولاب. الله استخدمها في كل مكان في العالم للدخول إلى حضرة الله، وأعطانا فهم أعظم عن يد الفخاري اللي بتشكل أو بترمي في بطن الحوت أو بتدخل في النار أو بتعمل عملية التأليم. والقصد من كل ده إن الله مش عايز يعذبنا أو يبهدلنا، لكن عايز يكسر كبريائنا وينقي فينا ويخلينا أواني صالحة يتحط فيها الكنز الكبير بتاعه. أمين. مجدا لاسم الرب. أمين. جميل. أمين. خالص. أنا يعني رافض أخد مكالمات لمدة صغيرة تاني. نسمع تعليق أخير وبعدين هناخد المكالمات من الأحبة الموجودين على الخطوط. المكالمات شوي لأن عندي كم سؤال هجاوب عليهم. نعم. برضو من المستمعين. نعم. تعليق أخير يا أبونا، في كورنثوس الثانية بيتكلم وبيقول: ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني كل ده عشان يعمل فينا عملية تغيير ويوصلنا نبقى زي ما بيقول الوحي مشابهين صورة ابنه. هل يجوز وأنا على الأرض أبقى بشبه المسيح؟ إن واحد يقول أنا يعني الكلام ده كبير قوي علي. تعليقك الأخير. هو معلمنا بولس قال: تمثلوا بي كما إني أنا بالمسيح. كما أنا بالمسيح. نعم. تمثلوا بي. نعم. كما أنا بالناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. وربنا له كل المجد. قال: كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء وناظرين وجه الرب بمجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة تغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. نعم. يعني حياة الإنسان المؤمن إن كان ماشي باستقامة أمام الله يبقى في نمو دائم، في نمو دائم، وتلاقي في زيادة روحية والقامة بتزداد وبيقترب يقترب يقترب من المسيح، بحيث لما تزيد النعمة ممكن يحيا وعد الرب اللي بيقول: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها لأني ماض إلى أبي. وأول حاجة يعملها هي أعمال المحبة، لأنه في المسيح لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة. فتلاقي ماسي مسيح ماشي على الأرض كل أعماله محبة. يعني بلاش نقول الأعمال هي آيات ومعجزات، لا، يمكن الفكر روح لناحية دي بس، لا، ده قبل الآيات والمعجزات هي أعمال المحبة. يبقى إنسان عبارة عن كتلة محبة ماشي على الأرض. نعم. في كلامه محبة، في عطاياه محبة، في صحبته محبة، كل حياته محبة. وده اللي نبغيه ونشتهيه، إن الله يجري فينا من تغيير عشان كلنا نمتلي بالمحبة. نعم. ولما نمتلي بالمحبة كل الأمراض الروحية هتتعالج. أمين. كل الأمراض الروحية. أمين. هتتعالج ونبقى أصحاء في الإيمان. نعم. أصحاء في الإيمان. نعم. ودي أول عمل للروح القدس يجب أنه يبان ثمره في الإنسان المؤمن. أمين. وأول ثمر. وأول ثمرة من ثمار الروح القدس. نعم. نحن نمتلي بالمحبة. وربنا ممكن يدخلنا في تجارب وضيقات وبتاع عشان يزود محبتنا. دي حاجة أساسية. نعم.
ويخلينا نحس بالآخرين، خلينا نشفق ونسامح ونغفر، ويعلمنا الطريق السليم. صح، مش نظريات وكلام وبس، لكن الحياة المسيحية العملية المنقادة بالروح القدس اللي فيها الله عايز يوصلنا في الآخر إن إحنا نبقى مشابهين صورة المسيح. أقول لنفسي قبل ما أقول لكل إنسان، فضل. لكل إنسان، إن الله عايز يوصلنا السماء، وعشان يوصلنا السماء لازم كلنا نقتني المحبة، لازم كلنا نقتني المحبة. لما نقتني المحبة هيبقى سكة سهلة، سكة سهلة، هنسامح، هنغفر، هنحتمل، هنثق في الرب إنه كل اللي بيعمله للخير ولصالحنا. حياتنا الروحية هتتصلح، هينصلح حنا، هينصلح حنا، ما يبقاش في خصومات ولا منازعات ولا فرقة ولا تعصب ولا هتلاقي كل إنسان ساند التاني، والتاني مسنود عليه وإيده في إيده، وكلنا ربطة واحدة ومسافرين على السماء وفرحانين. هللويا. فرحانين. إن دخلنا في ضيقة كلنا بنشارك بعض. في الحزن بنشارك بعض، في الفرح بنشارك، مشاركة قلبية مش مجاملة مرانية كده. مشاركة قلبية خالص. وتبقى حياة مسيحية مرفوعة وحلوة. أمين. مرفوعة. أمين. معرفش أستأذن حضرتك في إني أشوف بعض الأسئلة اللي بعتنها. بيقول لو سمحتم الإجابة على الأسئلة المذكورة أدناه، وأتمنى الإجابة من قبل أبونا مكاري بالتحديد، والرب يبارك الجميع. أشكرك. بيقول أحيانا أشاهد على التلفزيون وفي حضورنا الاجتماعات الروحية وأثناء صلاة الخدام مع المؤمنين سقوط المؤمنين على الأرض، هل هي قوة الروح القدس عندما تحل على المؤمن؟ ما بنقولش الروح القدس تحل، الروح القدس يحل، لأن هو الرب الروح. نعم، هو الرب الروح. نعم. وإن كانت كذلك، وإن كان كذلك، فأية آية تشير بالكتاب المقدس إلى هذه الحالة؟ وما معنى معمودية الروح القدس؟ ده سؤال مركب، ده سؤال تاني. طب نقول السؤال الأولاني، السؤال الأولاني زي ما نبهتك إن الروح القدس ما بنتكلمش عليه بالمؤنث، لأن ده ربنا، ما أقدرش أتكلم عن المسيح بالمؤنث وعلى الآب المبارك بالمؤنث. بقول الله الآب عمل وسوى وأمر، مش أمرت. بقول المسيح عمل وسوى وأمر، بقول الروح القدس عمل وسوى وأمر بالمذكر، ده الروح القدس. سقوط المؤمنين على الأرض، أنا شخصيا ما أعرفش معناها إيه. إن كان الروح القدس زي ما سمعنا تفسيرات من قداسة البابا وغيره إن الروح القدس يقيم ولا يسقط، وآية تشير في الكتاب المقدس، متهيألي ما فيش آيات تشير على إن واحد وقع أو حصل الحاجات دي. أما عن معمودية الروح القدس وهل يوجد علامات لحالة المعمودية؟ شوف يا حبيبي، إحنا نؤمن بملء روح الله وحياة الملء. أولا حسب كلام الكتاب يقول رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. والمعمودية الواحدة اللي هي يقصدها الكتاب إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. لكن نؤمن بملء الروح، امتلئوا بالروح. يوم 50 امتلأ الجميع، 120 من الروح القدس. في بيت كرنيليوس امتلأ الجميع من الروح القدس. إلى آخره لما كانوا بيصلوا الآباء الرسل امتلأوا من الروح القدس. ما يجيبش سيرة معمودية. والملء ده حياة. الملء لما يقول كان التلاميذ يمتلئون من الفرح والروح القدس، يمتلئون فعل مضارع مستمر، يمتلئون دي حياة
الملء بالروح القدس. هل الألسنة علامة للملء؟ لا لا. أولا بالنسبة لكل المؤمنين يجب يعيشوا حياة الملء، لكن مش كل المؤمنين هيتكلموا بألسنة، مش كل المؤمنين هيتكلموا بألسنة. والسؤال الثالث، الولادة الثانية للمؤمن هل هي فقط التسليم الكامل والاعتراف بيسوع المسيح؟ نؤمن أن الولادة بالمعمودية، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. سؤال ثاني، كيف بالرغم من كل بركات الرب بالكتاب المقدس لمصر وشعبها ومحبته الغير محدودة أن شعبه بمصر يعيش في اضطهادات منذ بدء الكرازة وحتى الآن، ولم تخف إلا عندما أعلنت الدولة الرومانية المسيحية، أعلنت واستمر ذلك فقط حتى العهد الإسلامي؟ أرجو ألا تردد ما يقال أن ذلك بسبب خطايانا، فالمصريون أكثر تدينا من أي شعب آخر وأكثر التصاقا برب المجد يسوع، وليس هذا تعاليا، حاشا ولكنها حقيقة على الأقل من وجهة نظري. نبيل نصيف، مصر. على العموم احنا بنتكلم في موضوع ممكن سؤالك ده يمشي تماما في الموضوع. لنفرض ان مصر اعظم كنيسة في مصر في العالم، وانا اثق بكده، واكثر تدينا من اي شعب في العالم، واحنا نثق كده، يبقى ده غصن مثمر. الله بيدخله في التجارب عشان يثمر اكتر ونوصل للبركة الاخيرة والوعد الاخير اللي بيقول مبارك شعب مصر، البركة منتظرانا والنعمة منتظرانا، والله هيعمل عمل كبير في مصر، ننتظر ثماره وننتظر مجد الله يعلن في مصر. امين امين امين. دي الاسئلة اللي قدامي. امين. أشرت قدسك لموضوع الغصن والتأليم الإلهي فيه، وده موجود في يوحنا 15، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا. بيتكلم على درجات، يعني مش بس إن الغصن بيجيب ثمر يألمه عشان يأتي بثمر أكثر، لكن الغريب أنه بيتكلم على يمكن يأتي بثمر، يأتي بثمر أكثر، يأتي بثمر كثير جدا. يعني كأنه بيفتح، كأن عمل ربنا والتشكيل الإلهي واللمسة الإلهية سواء كانت بالنار أو بالدولاب أو بالتأليم بتفتح مجال أكبر لثمر متزايد ومتكاثر. برافو برافو. وده اللي ربنا بيعمله. الحقيقة قصد الله زي ما أشرت قدسك إن الإنسان المؤمن مش يعيش معذب، لكن يعيش، أنت حطيتها في صورة جميلة جدا، يبقى مسيح متحرك. وخبطت المسمار على راسه لما اتكلمت عن المحبة اللي لازم نظهرها للعالم كله. ممكن الكتاب اتكلم في كورنثوس الأولى 13 عن المحبة، ولكن بيوضح إن كنت أتكلم بألسنة الناس، بنتكلم على الألسنة والملائكة، مش عارف إيه ألسنة الملائكة دي، لكن ده اللي بيقوله الكتاب، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجر يرن. يعني الإنسان المؤمن اللي لا يعبر عن محبة المسيح المنعكسة فيه، ده إنسان يعني النحاس اللي يطن والصنج ده ما يعملش غير صداع وهيصة على الفاضي. يعني عايز يقول المؤمن الحقيقي اللي محبة المسيح لا تعلم فيه، ده صداع وهيصة على الفاضي. هل تتفق معايا في هذا التعليق؟ آه طبعا طبعا. يعني قصد الله من تشكيلنا هو ان احنا نبقى صالحين اكتر للخدمة، ويبقى الهدف الاخير من التشكيل على الدولاب
هو أن الفخاري يحط بصمته علينا. و و و وعايز قدسك لو أمكن تعلق لنا على بصمة الفخاري على الإناء. شوف، هو ربنا له كل المجد وحطنا على الدولاب، وزي ما قال له كل المجد، قال أنتم نور العالم. نعم. ويقول نوره يشرق ويتزايد إلى النهار الكامل. يشرق ويتزايد إلى النهار الكامل. فيبقى ربنا عايزنا نكون نور، والنور يشرق ويتزايد. هيتزايد إزاي؟ أهو ده بالنار والدولاب، وزي ما قلت حضرتك يأتي بثمر، ثمر أكثر، ثمر كثيرا جدا إلى آخره. كأن ربنا ماشي ورانا بالمرصاد، دب دب دب، لغاية ما نبقى حاجة يعني عليها القيمة، حاجة عليها القيمة. يعني يفضل ممكن يمسك الواحد عجينة، يعني ما منوش فايدة، ممكن يكون ما قراش الكتاب، ملوش علاقة بالروح القدس، لكن في نية، في رغبة عند الإنسان عايز يعمل حاجة لربنا. وهفترض أنه جاهل، لكن ربنا يمسكه من إيده على أساس نيته وأعماق قلبه من جوه، أنا شوق قلبي أمجد اسمك، ويفضل ماسك في ربنا كده، يقول له طب تعالى، وروح حطه على الدولاب، يدقدق دماغه شوية زي ما اتكلمت، أما يزيد شوية، يبتدي عيون إيمانه تتفتح شوية، يدخله في العمق أكتر، في النار أكتر، تلاقيه يزيد شوية، يفضل ماشي وراه وتلاقيه كل يوم زايد، نوره يشرق ويتزايد إلى النهار الكامل. يتزايد إلى النهار، ويبقى ينطبق علينا كلام رب المجد، أنتم نور العالم. نور العالم، تبتدي الأعمال، أعمال المحبة تبان، ويبقى المؤمن له قيمة، له قيمة، كلمته لها تأثير، كمناخيص تلاقي يربح نفوس بسهولة، تلاقي مرهب له فعالية، مثمر جدا أينما وجد، تلاقي ثماره كثيرة وتتكاثر، والعمل، عمل الروح القدس في حياته يزيد. يبقى إنسان مش عادي، لأن على قد ما الأيام بتمر، على قد ما مسيحه يبان فيه ونوره يشرق ويتزايد، والكلمة يكون لها تأثير، والثمر يتكاثر، والهدف هو مجد اسم الملك المسيح. نعم. معنا بعض المداخلات. بنت الرب من نيوجيرسي، احنا بنأسف كنتي معنا والخط قطع او انتظرتي طويل. اتفضلي حضرتك. ايوه اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير يا ابونا مكاري. مساء النور. انا كان ليا حضرتك سؤال. انا عارفه اني سال حضرتك قبل كده، بس انا محتاجه ارشادك. نعم. الفطور في الصلاه مش عارفه اعمل فيه ايه. ايه البخور؟ معلش كرري السؤال حضرتك مره تاني. الفطور الروحي في الصلاه. الفطور الروحي في الصلاه تعملي فيه ايه؟ ده السؤال. عدم التركيز. يعني انا كنت زمان بحس ان ايد ربنا معايا في كل حاجه، دلوقتي حاسه ان في حاجز بيني وبين ربنا، مش قادره اسمعه ولا قادره اكلمه بتركيز زي زمان. أي شكرا، شكرا جزيلا. تعليق أتسبونا. أنت استخدمتي لفظ الفطور، وبعدين نقلتي بتقولي عدم التركيز، في فرق بين دية وبين دية. أنا عايز أنبه لخطورة أمر، أن علامة الزمان الأخير كلمة الفطور دية. كلمة الفطور، إيه الفطور؟ أضيف ليها كلمة العوايد. العوايد، إنسان اعتاد على أنه يروح الكنيسة. ده أنا هقول أكثر من كده، اعتاد يقف يصلي، يقف يصلي، له عنده إيمان أنه بيكلم المسيح شخصيا، ولا عنده إيمان أن المسيح هيسمع، لكن ممكن يكون إنسان بيبرطم شوية كلام في الهوى وينام. اعتاد يروح ويجي من الكنيسة زي ما يدخل زي ما يطلع،
اعتاد على ان الايام تمر والحال على حاله. كنت بتكلم امبارح باللغه دي، الحال على حاله، مفيش حماس، مفيش حميه روحيه، مفيش نهضه في القلب من جوه، مفيش شوق نمجد اسم المسيح، مفيش نيه نعمل حاجه للمسيح. فتور، اقول فتور يعني موت روحي، موت روحي، لا صلاه ولا قرايه ولا خدمه ولا شهاده ولا اي حاجه خاصه بالمسيح. كل اللي بنتمناه واللي بنطلبه، انا عايز انا عايز انا عايز بس، لكن انت عايز ايه يا رب وهعمل لك ايه يا رب، هو ده المطلوب. حياه الفتور مش مرغوبه اطلاقا عند ربنا، يقول هكذا لانك فاتر انا مزمع ان اتقيأك من فمي، لأنك فاتر لست باردا ولا حارا، يا برا يا جوا، يا سخن يا بارد، لكن فاتر. بنروح الكنيسة، بنصلي، ممكن نحضر اجتماعات روحية، ممكن نألف كتب، ممكن نوعظ، ممكن نوعظ. دي علامات الأيام الأخيرة، وتلاقي الشيطان ممكن يمسك إيد الإنسان وينطق على لسان البعض، يقول في الأيام الأخيرة، أنا بتكلم كلام مش من عندي، في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، تعاليم شياطين، تعاليم شياطين. يعني ناس هتقف على منابر وتعلم تعليم شيطاني، تعليم شيطاني. أنت ذكرتي كلمة الفتور، الفتور، والغالبية دلوقتي عايشين في نوم، في نوم، في نوم. فين النهضة الروحية من فين الحماس للمسيح؟ فين الحماس للمسيح؟ فين انتظار الرب؟ فين الأشواق المتزايدة؟ فين الشوق وأقول له إمتى هتيجي؟ تعالى أوام. ده آخر كلام سابهولنا المسيح، أنا آتي سريعا، وهتاف الكنيسة أمين، تعال أيها الرب يسوع. إحنا فين؟ إحنا فين؟ شوف يا بنتي، هقول لك وأقول لنفسي وأقول لكل نفس، تعالوا نصرخ لربنا، أقول له صحينا من نومنا يا رب. أمين يا رب. وانتهر الفتور من قلوبنا. أمين. وخلي روحك يملك ويسود علينا وينهضنا من داخل. الروح الناري، أيها الملك السماء المعزي، هلما تفضل وحل فينا، يعني املانا. أمين. املانا، ودعوا الروح يملأكم ويجملكم بالثمار أولا وبالمواهب، لتكونوا شهود للرب، وتبقى حياتنا مستقيمة أمام الله. حياتنا لها قيمة، لها قيمة. أقول من غير المسيح ومن غير الشهادة للمسيح، ما فيش مسيح حياته لها قيمة، لها قيمة. وكل ده يتم بالروح القدس، بالروح القدس. وأنا بعيب على أي إنسان ملوش شركة مع الروح القدس، ملوش علاقة بالروح القدس. لا يمكن تبقى إنسان مسيحي إلا بعمل الروح القدس في حياتك. لا يمكن تغلب خطية إلا بملء روح الله. لا يمكن تشهد لربنا إلا بملء روح الله. لا يمكن تعيش حياة مستقيمة في تزايد مستمر إلا بملء روح الله. هيديكي بعد كده تركيز، هيديكي أنك تقفي قدامه شخصيا، تكلمي وجها لوجه. وجهه يعني حضوره، حضوره. ما اسمه عمانوئيل، يعني مالي حياتنا، وإيدي في إيده. هتكلميه وجها لوجه، مش هتشتي بفكرك ولا 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 الكلام ده كله. أشكرك. ألخص الكلام اللي قلته قدسك في العلاج. كلمت على ان احنا نعيش حياة مستقيمة، ده كل ده عشان نطلع من دايرة او بؤرة الفتور. كلمت قدسك على عدم التركيز على الطلبات الشخصية كل ما نتقدم الى الله، لكن ننتقل لمرحلة تانية وهي تلذذ بالرب فيعطيك سوء لقلبك. امين. طلب عون وعمل وملء الروح القدس في حياتنا. امين. النقطة الرابعة، المثابرة الاستمرارية في طلب وجه الرب. مظبوط كده؟ برافو برافو. بعتقد ان اذا جاز التعبير الروشتة بقت واضحة. معنا الاخت عفاف من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء. سلام ونعمة ربنا يا فاف، كل معاكم. شكرا. ربنا مكاري وقسيس نبيل، ربي يباركوا يا رب.
شكرا. انا يعني كنت بعدي في ظرف صعب شويه إيه؟ بس خدت نقله روحيه. كنت بتعدي في ظرف صعب؟ طبعا كان تشكيل الهي بالنسبه لي، بس انا اشكر ربنا جدا. بعت لي ابونا مكاري، قلت ابونا مكاري فعلا علشان اترفع روحيه، وبنعد الثواني وامتى هتيجي تاني. هو طبعا زوجي انتقل، و فطبعا كنت بعيط، بس بقول لربنا يطيل دمع العين حبا وليس جراح. ف يعني الترانيم في البيت، انا لوحدي طبعا، والترانيم في البيت وتعزيات المؤمنين زي الاسيس نبيل، ووجود ابونا مكاري في الفتره دي، انا لسه ما كملش 40 يوم. وبصيت لقيت بيطلع مني كلام في التشكيل ده بيقول لي ربنا ما فيش غيري. فقلت له كده، ما فيش غيرك في الدنيا ليا، منور ايامي ولياليا، مفرح قلبي ومخوط عليا، اساس من ايه وانا في سترك محميه، شايلني وشايل شركي وعن قوة الشر مدارية. انا طمعانه في نقله روحيه ليا والكل اللي حواليا. انا عايزه منكم انكم تصلوني ربنا يزيد فرحي. وكنت احب قوي اسمع تاني، دي رفعتني جدا يا استاذ ابونا، بنعد الثواني انت هتيجي تاني، كلنا في انتظارك بهتاف واغاني. ربنا يبارككم، ودي مشاركتي، وسلام ونعم. شكرا جزيلا على ايمانك العامل. سمعت واتسك الحته الاولانيه انها كانت بتمر بظروف صعبه. تعليق قدسك او ترنيمه زي ما رب يقودك. هو بركه كبيره ان الله ما بيتركناش في التجارب، لا حتى لو مش شايفينه. وممكن يخرج من الاكل اكلا، يعني في وسط التجربه ربنا اداها كلمات حلوه ومعزيه وترنيمه جميله، ودخلة فيها شايلنا وشايل شيلتنا والحاجات دي. وبركة كبيرة الله بيسمح بالتجارب عموما لصالحنا. أمين. لصالحنا. أمين. وزي ما قالت بنعد الثواني، أقول بنعد الثواني، إمتى هتيجي تاني بنعد الثواني، يا ترى مين اللي حيقول بنعد الثواني؟ لا يمكن يكون واحد نايم ولا مشغول بالعالم، ده لازم يكون إنسان صاحي واعي وعيونه مرفوعة لفوق. أمين يا رب. قول له إمتى هتيجي تاني، كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني، بنعد الثواني، بنعد الثواني، بنعد الثواني، امتى حتيجي تاني، بنعد الثواني، امتى حتيجي تاني، بنعد الثواني. يا مهون علينا الغربة وعينك علينا، وعينك علينا، بنعد الثواني، امتى حتيجي تاني، امتى حتيجي تاني، امتى حتيجي تاني، كلنا في انتظارك، كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني، في انتظار العيد وتتم المواعيد، ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد. بنعد الثواني، امتى حتيجي تاني، بنعد الثواني، امتى حتيجي تاني، كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني، كلنا في انتظارك
بهتفوي أغاني في انتظار العيد وتتم المواعيد في انتظار العيد وتتم المواعيد ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد بنعد الثواني امتى هتيجي تاني بنعد الثواني امتى هتيجي تاني كلنا في انتظارك بهتف وأغاني كلنا في انتظارك بهتف وأغاني جاي على السحاب في موكب مهاب جاي على السحاب في موكب مهاب ملايكة وقديسين والمحفل خلاب ملايكة وقديسين والمحفل خلاب عروس المسيح خدنا المصابيح عروس المسيح خدنا المصابيح وشوقنا في قلوبنا بتسابق الريح وشوقنا في قلوبنا بتسابق الريح والزيت في الأواني دي فرحة رباني والزيت في الأواني دي فرحة رباني فرح في انتظارك يا عريسنا الروحاني فرح في انتظارك يا عريسنا الروحاني بنعد الثواني امتى هتيجي تاني كلنا في انتظارك بهتف وأغاني كلنا في انتظارك بهتف وأغاني هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا عيد وأبدية مع أبونا السماوي وسيدنا عيد وأبدية عيد وأبدية هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا عيد وأبدية مع أبونا وسيدنا عيد وأبدية مع أبونا وسيدنا بنعد الثواني امتى هتيجي تاني بنعد الثواني امتى هتيجي تاني كلنا في انتظارك بهتف وأغاني كلنا في انتظارك بهتف وأغاني يا حلو يا طيب يا حنين حبيبي 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 مجدا لاسم الرب مجدا لاسم الرب مجدا لاسم الرب العروسة اللي بتحب عريسها لما يغيب عنها تشتاق له لكن لو في مشاكل وقلبها مقفول عمرها ما هتكون منتظرة لو مسافر عشان يرجع تاني والمؤمن اللي محبته انكمشت والعالم نجح انه يبلعه ويشغله ويشغل افكاره ما تهيأليش هيقول له امتى تيجي تاني لكن القلب المستيقظ اللي مليان بحب العريس شخص ربنا يسوع المسيح هو ده اللي هيقول له امين تعالى يا رب يسوع احنا منتظرينك اشواقنا في قلوبنا بتسابق الريح نعم نعم لسه معنا مكالمه تانية اعتقد
الأخت ميري من تينيسي، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بيك، وأنا بكلم من تينيسي، بصراحة على أبونا مكاري يونان. أنا معرفش إن أنا كنت أعرف أكلمه بالسهولة دي إزاي، بس يعني نشكر ربنا لأني كنت عايزة أحكي الاختبار بتاعي. أيوة. أنا بقالي كان 3 سنين بشكي من تعب في العظام، المفاصل عندي كانت تعباني خالص، رجلي وإيدي كنت تعبانة، رحت لدكاترة كتير، كل مرة يطلعوا لي مشكلة شكل، عندي التهاب في المفاصل، لعندي مش عارفة إيه، بعالج منه. في الآخر خالص قال لي دكتور منهم، قال لي عندي كروموتايد، قعدت أتعالج منه فترة بتاع 5-6 شهور، وفي الآخر رحت له تاني قال لي لا أنت ما عندكيش، أنت يبقى في مشكلة تاني، حولني على الدكتور بتاعي الأولاني. الدكتور الأولاني لما رحت له قال لي أنا مش عارف، أنا عملت لك كل حاجة، انا عندي 33 سنه، قال لي عملت لك كل حاجه حتى اللي هم الكبار فوق الخمسين سنه، وانا مش عارف عندي ايه، ممكن تكون حاله نفسيه. قلت له انا عايشه بقالي 13 سنه هنا وما اعتقدش حاله نفسيه. قال لي ممكن تكوني سايبه اهلك. قلت له انا بقالي فتره كبيره، يعني انا في حاجه، يعني حتى نفسيتي تعبت ساعتها، وقلت اكيد انا عندي حاجه مش كويسه. قلت له بس عايز اعرف انا عندي ايه. قال لي خلاص خدي يعني زي هدنة كده من انت من العلاج، وريحي اعصابك وارجعي لي تاني. انا في الفتره ديت كانت جايه لي واحده صاحبتي من مصر نازله عندي، ليها صله قويه بابونا مكاري يونان. قلت يعني ما بين نفسي اطلب منها النمره اكلم ابونا ان انا احكي له حالتي ويصلي لي، بس احرجت او اتكسفت ما اعرفش، المهم حاجه حصلت ما اتكلمتش. ساعتها نمت وصحيت من النوم حسيت ان انا كلمت ابونا واخدت النمره وكلمته، بس انا ما بين نفسي بقول ما حصلش كده ان انا كلمت ابونا او ان انا اخدت منها النمره اصلا، وانا ما بتفرجش على قناه الكارما، ما عنديش في البيت، يعني ما عنديش النمره اصلا. من ساعتها بقى لي 25 يوم لدلوقتي وانا ما باخدش اي مسكن وما رحتش للدكتور، ما فيش اي حاجه، يعني تعبان. يعني نشكر ربنا، حبيت اتصل بالبرنامج عشان احكي التجربه بتاعتي لابونا. يعني امين امين، الله يباركك، بارك بارك، ربنا يبارك حياتي. معانا الاخت رولا من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. اهلا استاذ، انا حابه اوجه سؤال للاب مكاري. أول شيء بدي أشارك بالنسبة لأول البرنامج، كنت بتحكوا عن الفخاري وإنه كيف الله بيحط الإنسان بتجارب، مرات إنه بيسمح يعني إنه يدخل في تجارب حتى يمحص الإنسان علشان يطلع منه شيء كويس. فأنا بس كنت أنا على هذا الشيء كان كتير اعتمادي على الناس، يعني حتى على أصحاب، على زوج، على أولاد وهيك، لكن الرب سمح أني أدخل في عدة تجارب حتى يوريني أنه ما فيش إلا هو، بس هو، حتى لا أولاد ولا زوج ولا إخوة، لكن بس هو اللي لازم أنا أعتمد عليه واللي هو دائما موجود معي. حابة أسأل كم من سؤال كمان، إنه بالنسبة للأخ اللي بعت رسالة سأل بالنسبة للروح القدس، حضرة الأب قال إنه مش كل إنسان بده يتكلم بألسنة، فأنا بس بدي أسأل يعني هل الله بيعطي ناس وناس لا، وعلى أي أساس؟ وكمان في كتير مواقع في أعمال الرسل بيدل إنه معمود أو الروح انسكاب الروح القدس كان دائما بأعمال الرسل معاه إنه هم بيتكلموا بألسنة، كل من سكب الروح القدس كانوا يتكلموا بألسنة. وكنت عايزة أسأل كمان إنه كيف الأب مكاري، أنا دائما بتابعه، عايزة أعرف كيف الرب أعطاه الموهبة يعني اختباره كأنه يقدر يخرج شياطين، حتى كنت بشوفه إنه عنده تمييز أرواح، لأنه كان كتير من الأيام الجمعة يعني يميز مين الشخص اللي مظبوط ومين الشخص اللي مش مظبوط، فهذه موهبة من الرب، فأنا كنت عايزة إنه كيف الرب أعطى هذه الموهبة. وآخر سؤال أنا بدي أسأل إنه بآخر الاجتماع دائما بسمع إنه بقول بشفاعة مريم العذراء، فأنا كنت بس بدي أسأل إنه بالكتاب المقدس بيقول لنا شفيع واحد عند الآب اللي هو الرب يسوع المسيح، فكنت عايزة أسأل هاي النقطة. وأنا بشكركم كثير على البرنامج وبشكركم عشان خليتي لي فرصة أتكلم.
شكرا. شكرا جزيلا. السؤال الأولاني، هل ألسنة للبعض والبعض الآخر لا؟ ده كان سؤال من اللي بتسأله. المواهب طبعا بحسب مشيئة الروح القدس. نعم. والمواهب مش لكل إنسان، بس قبل ما أقول المواهب أقول الثمار، ثمار الروح أساسية للخلاص، وأولها المحبة أثاثي أساسية للخلاص. وما فيش محبة يعني ما فيش خلاص. المواهب ضرورية للخدمة، ضرورية للخدمة. واحد ربنا حيدي له موهبة نبوة، واحد حيدي له موهبة علم، واحد حيدي له موهبة ألسنة، واحد موهبة ترجمة ألسنة، واحد تمييز أرواح. مش الكل ليهم نفس الموهبة أو الكل حياخدوا مواهب، لا. يعني مش الجسم كله ودن، مش الجسم كله عين. فربنا بيوزع المواهب لمن يشاء، يعني حسب مشيئته هو، وعارف فلان الفلاني. مش الكل بيتكلم بألسنة، مش الكل بيترجم، مش الكل عندهم نبوة، مش الكل عندهم تمييز أرواح، مش الكل. وإلا يبقى كلنا بقى عين، كلنا ودن، كلنا بالزبط. كذا لا بالزبط. يبقى يعطي لمن يشاء. نعم، وواضح الكتاب المقدس بيقول أنه حسب مشيئة أو حسب ما يعطي الروح القدس. اتكلم بوضوح في كورنثوس وفي العبرانيين. نقرأ الحتة دي نقرأها عشان ما يبقاش كلامنا. في كورنثوس الأولى 12 بيتكلم وبيقول لكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. يعطى إظهار الروح للمنفعة. يعطى، متأسف. فإنه الواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر ولآخر، وبعدين في عدد 11 ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يبقى مش للكل، مش للجميع. بالظبط. يبقى المواهب مش للجميع، يعطي كما يشاء. أنا ده بالنسبة للمواهب. كنت قبل ما ندخل في حتة تانية أتسابونا، كان في حاجة ليها علاقة بالجزئية الأولانية، فلو أمكن نغطيها كلها بدل ما أشتت أفكارك. واحد بيقول أنا من كنيسة لا تؤمن بعمل الروح القدس والألسنة والمعجزات، وقالوا أن الكلام ده كله كان في عهد المسيح والرسل من أجل انتشار الإنجيل، والناس اللي ربنا بيعمل معاها معجزات ناس مأجورة ومدفوع لها فلوس عشان تطلع تقول ان في معجزات. وانا متشكك بعد ما اختبرت هذا الاختبار، فما هو تعليقك؟ اختبر ايه هو؟ ما قالش، قال له انا متشكك بعد ما اختبرت، انا مش عارف هو اختبر ايه، لكن بوجه عام عايز اقول لفلان وان غيره ممكن اخد الورقة دي. اتفضل. أنا من كنيسة مشيخية، والناس في الكنيسة يقولوا مفيش الروح القدس، مفيش الروح القدس ولا الألسنة. نهار أبيض، مفيش الروح القدس. اسمع يا ابني، هقول لك وأقول للي وراك. لاحظ حاجة مهمة قوي. رب المجد يسوع قال لسادتنا الآباء الرسل لا تبرحوا أورشليم، ده في يوم خميس الصعود قبل ما يصعد، لا تبرحوا أورشليم بل انتظروا أو ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. اوعوا تتحركوا من هنا ولا تروحوا تتكلموا باسمي ولا تخدموا ولا تعملوا حاجة إلا لما أبعت لكم الوعد. وقال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. شوف الخطورة. قعدوا مستنين يوم اثنين ثلاثة عشرة في انتظار الوعد لغاية ما حل عليهم الروح القدس وامتلأ الجميع من الروح القدس. ولما امتلأوا مباشرة نزلوا، كان بداية الخدمة،
وأقول لك لا كنيسة بلا عمل الروح القدس، ولا مؤمن ولا إيمان بلا عمل الروح القدس، ولا ثمر متكاثر إلا بملء روح الله. أمين. والوعد بيقول امتلئوا بالروح القدس أو دعوا الروح يملأكم. أما عن الآيات والمعجزات زي ما أنت بتقول، قال في نهاية بشارة معلمنا مرقس هذه الآيات تتبع المؤمنين، يعني على مدى الأجيال لكل المؤمنين هذه الآيات تتبع المؤمنين. آيات يعني معجزات، قل لفلان وقل لعلان هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يشربوا سم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. دي الكنيسة، دي الكنيسة. ما فيش الروح القدس ولا الألسنة، ولا الألسنة يا ابني، هو كلام إنشاء، هي فتوانة، هي فتوانة، وكل واحد يقول رأيه، كل واحد يقول رأيه. ما فيش أراء تمشي يا حبيبي غير رأي الروح القدس في الكتاب المقدس. ده كلام خطير، بيقولوا ما فيش الروح القدس ولا الألسنة، والمعجزات كانت في عهد المسيح والرسل من أجل انتشار هذه الآيات تتبع المؤمنين في كل جيل. وإحنا مش عايزين كلام إنشاء، مش عايزين كلام إنشاء، ما تدخلش رأيك في الأمور الروحية، والحياة الروحية مش آراء شخصية، مش استحسان بشري، عارف نتيجة الإحسان البشري، واخد بالك؟ والآراء الشخصية، إن كل جماعة قعدوا مع بعض فقام فلان قال لا أنا مش عاجبني الكلام ده، الكلام ده لازم يبقى كده، ها كلمة من هنا كلمة من هنا، أنا حاسبكم، راح طالع وراح عمل له فرقة، والتاني عمل له فرقة، والتالت عمل له فرقة، والكلام اللي احنا بنشوفه حاليا. احنا مسيحيتنا ما فيهاش كلام إنشاء حبيبي، فيها حق لا يقبل جدال أو نقاش. والناس اللي ربنا بيعمل معاها معجزات ناس مأجورة ومدفوع فلوس علشان تطلع تقول ايه يا ابن، ايه يا ابن الكلام ده، ده كلام، كلام أقل وأحقر من احنا نرد عليه. مع تعليق بسيط وبعدين مكالمة، كون ان في عملة مزيفة يثبت ان هناك عملة حقيقية، بس ده تعليق. معنا اخ محبوب من كندا، الاخ عزيز اهلا وسهلا بيك، حضرتك على الهواء تفضل. السلام، الرب معكم اخونا المبارك، ومع أهلا. ابونا المكاري، ابونا الفاضل، اهلا بك. ارجو من الرب ان يبارك هذه الفضائيه ويسدد كل احتياجاته، يبارك ايضا كل قنوات الفضائيه التي تمجد اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. امين. اخونا العزيز، اذا يسمحنا الوقت، مداخلتي معكم عندي بعض الامور اريد ان اكشفها للمستمعين، وخاصة للبعيدين عن طريق الخلاص، طريق الذي فتحه الرب يسوع يسوع المسيح ليعرف الجميع أن لا خلاص إلا بالرب يسوع المسيح، كما تقول كلمة الرب، لأن ليس اسم آخر أعطي بين الناس يستطيعون بهذا الاسم أن يخلصوا سوى اسم واحد، وهذا الاسم. سؤال هنا. سؤال حضرتك أخ عزيز، تفضل بالسؤال، أنت عندك سؤال ولا مداخلة؟ مداخلتي يا أخونا العزيز المبارك، تفضل. رواني الرب، ولو أنا ما كنت مستعقل، إنسان ضعيف، رأيت فأريد أن أشوف رأي قدس أبونا مكاري عن هالشيء هذا شنو هو. أخونا شفت شارب مليان جلو سيكوتين، إيه؟ بارتفاع تقريبا 50 سنتيمتر، وكانت هناك معلش هقطعك أخ عزيز، حضرتك بتقول دي حاجة حلم شفته ولا إيه بالضبط؟ ما فهمتش حتى دي. حلم بس، بحلم شفته. نعم حلم شفته، شارع مليان بارتفاع 50 سنتيمتر. أيوة. كوتين جلو القوي. إيه؟ وكانت هناك ناس وأجناس مختلفة
ومنهم هؤلاء الناس البعيدين عن الإيمان، إيمان برب المجد يسوع المسيح. أيوه. كانوا متسقين على ظهورهم ولا يستطيعون التحرك، فأنا كنت في مكان آخر فاستطعت أن أنتشر واحد وأطلع من هذا الغلو، فإجاني الملاك وقال لي بالاسم روح ساعد هؤلاء الناس لأن هناك كثيرين، فنشلهم وأطلعوا من هذا الغلو. يعني حضرتك عايز تقول أن الله بيكلمك عن طريق الحلم ليك أنت شخصيا أنك تكون مرسل للمسيح وتروح تكرز للناس البعيدة بخلاص ومحبة الله التي أعلنت في المسيح. دي التعليق بتاع حضرتك. أما من جهة أخرى يا أكون المبارك أخرى، رب المجد أيضا قد كشف لي وأنا كإنسان ضعيف وخاطئ ولا وما كنت مستحق أن تشوف عيني ما شاهدت، شفت الرب يسوع واقف أمام باب الفردوس وكأنه يقول للعالم تعالوا إلي، فأنا اللي أستطيع أن أدخلكم من هذا الباب لأن ملكي هو، أنا لي سلطان أن أدخل وأن أمنع لأن... شكرا أخ عزيز، ألف شكر على مشاركتك بتثقيل قلبك أنك الرب بيكلمك على أنك أنت تطلع وتكرز للآخرين عن محبة المسيح. بيتكلم على تقريبا حلم أو حاجة شخصية عايز يشارك بيها بمحبة المسيح. معنا الأخ إيهاب من كاليفورنيا، شكرا لصبرك، تفضل حضرتك على الهواء. أبونا الأسيس إبراهيم، من زمان مشاكل حضرتك والأسيس أبونا مكاري، يعني حقيقة أنا مشتاق أكلمكم من زمان، ودي الفرصة حلوة أن أنا أكلمكم وأسمع صوتكم. ربنا يبارككم وربنا يستخدمكم لمجد اسمه. شكرا. الموضوع اللي اتكلمت فيه موضوع الكارما، موضوع الأغصان، أنا بأمان الأمر ده حدث معايا بالضبط، أن الرب بعد ما اختبرت المسيح اختبار حقيقي، قعدت فترة بعدت شوية بسبب الطغيان في مصر، لكن الرب جابني فعلا لما كنت غصن في المسيح، الرب جابني وألمني وخلاني مثمر وأثمرت كتير في مصر، كان ليا خدمة حلوة في مصر وكان ليا عمل روحي، والرب اداني مواهب خرج شياطين واداني خدمة في الكرة المفروضة، قعدت فترة كتير حلوة كنت بخدم فيها، لكن بعد كده بصيت لقيت الخدمة توقفت، وأنا كنت بمارس حياتي الروحية درست كلية لاهوت رسولي، ويعني كنت منتظم جدا وحياتي الروحية كانت مرتفعة وما زالت يعني نشكر الرب، بس بعد كده بصيت لقيت جالي الهجرة هنا على أمريكا. السؤال يا أخي هاب عشان التركيز بس معلش. السؤال إن أنا يعني كانت لي خدمة حلوة في مصر وجيت جواب الهجرة لينا، فجبت الأسرة وجيت هنا، فلحد الوقت أنا بقى حوالي 8 شهور أو 9 شهور هنا في أمريكا، قعدت فترة من غير شغل قلت ربنا فتح باب خدمة، وكان ربنا بيعدني إن باب خدمة مفتوح ليك في الخارج بطريقة أو بأخرى يعني، لكن لحد الوقت ما فيش أبواب خدمة اتفتحت قدامي ومنتظر الرب، فمش عارف أعمل إيه. أنا بقى حوالي 8 شهور في أمريكا، قعدت حوالي 7 شهور من غير شغل، في الآخر اشتغلت بقى شهر شغال. شكرا أخي هاب، نقطتك وسؤالك وصل، أبونا هيجاوبك. أشكرك على اتصالك وسؤالك، الله يباركك ويفتح لك الأبواب. تفضل أبونا. بيتكلم على أنه لما كان في مصر كان في أبواب خدمة وكان بيخدم ربنا وكذا وكذا، لما جه هنا بقاله 8 أشهر حاسس أنه عاطل، فماذا يفعل؟ هو في وسط كلامه بيقول ربنا قال لي أني هفتح لك باب خدمة هناك. أي. ولما جه هنا بيقول انا مش عارف، ربنا ما فتحش الباب فمش عارف اعمل ايه. ان كان الرب وعد وعد حقيقي يبقى لابد ربنا هيفتح له باب خدمه. نعم. لكن وعد وهم او خيال ينتظر الرب. بالزبط. الموضوع عايز صلاه واخلاص ودموع واستعداد، زي ما بنقول يعد الاواني. ايوه يعد الاواني. ايوه فيقدم نفسه كإناء يخضع لمشيئة ربنا، يصلي بدموع ويشتهي يخدم ربنا بدون أغراض شخصية أو عالمية أو جسدية. أمين. الشيخ صفوت معنا، أهلا وسهلا حضرتك على الهواء من بنسلفانيا، تفضل. النعمة والسلام. تعيش حبيبي، تفضل.
ازيك يا جناب العزيز نبيل؟ الله يباركك ويباركك. شكرا حبيبي. احنا بنسمع الترجمه بتاعت حضرتك بتاعت اخونا تي جي من استراليا، حاجه رائعه. الله يباركك. شكرا. الله يباركك. انا بعت لحضرتك كتاب السماء حق ويقين، ما اعرفش وصلك ولا لا. المهم مؤخرا ما جاليش اي حاجه. شكرا. الرب يبارك. دي له كذا شهر. احنا عاوزين نسمع القسيس عيد حكيم من على المنبر بتاعك كتير. امين يا محبوب. شكرا يا شيخ صفو. جناب الاب الفاضل. شكرك. القس مكاني. اشكرك. تفضل. الرب يباركك. انا بصلي عشان حاجه مهمه جدا، الرب يحصل سكيب من الروح القدس. أمين. أثناء الخدمة في مصر. أمين. على أمين. الكنيسة في مصر. أمين. كلهم يمتلئوا بالروح. أمين. مش بس اللي في الكنيسة، لكن اللي بيتفرجوا على التلفزيونات. أمين يا رب. يمتلئوا بالروح القدس ويتكلموا بألسنة جديدة. أمين. ده شهوة قلبي، وأنا واثق إن الرب سيعمل معنا كما قال: تعملون الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها. أنا واثق إن الرب يعني أفرزك لتفتح المجال أمام الروحي أمام شعب مصر المسيحي كله. أمين. والمعجزات تظهر بكل وضوح. أمين. وهي واضحة وتزداد إن شاء الله إلى النهار الكامل. يعني إحنا مش مأجورين يعني. لا، ما فيش أجر أبونا. ده الروح القدس أصل يعني العمر حقيقية بتبقى باينة من كل اتجاه. شكرا شيخ صفوت. الله يباركك، وأنا أشجعك وحرضك على أنك تواصل الصلاة من أجل خدمة أبونا ومن أجل الخدمات المختلفة. شكرا على مداخلتك. معنا الأخ إيهاب من مصر. أهلا وسهلا، حضرتك على الهواء، تفضل. سلام رب المجد يسوع معاك يا قدس ابونا مكاري ومع حضره القسيس. شكرا. ايهاب فاروق. ايهاب من مصر يا قدس ابونا. اهلا، اتفضل. اتفضل. اهلا بقدسك. انا كان ليا سؤال يا قدس ابونا. انا انسان خاطي وبحب الرب يسوع، وفي اوقات كثيره جدا ببقى مع ربنا وببقى في حاله توبه ونقاء مع الرب، لكن لما بقع في خطية بزعل جدا من نفسي وبقول انت لو كنت بتحب ربنا يسوع من كل قلبك ما كنتش عملت اي حاجة تجرح قلبه، لان كل خطية موجهة مش ليا انا، موجهة ضد الرب يسوع. فده بيضايقني جدا، فبحس بتأنيب ضمير وبحس ان الرب يسوع زعلان مني اللي انا عملت حاجة تضايقه. فنفسي من قدسك تقولي كلمة منفعة، ازاي الواحد يثبت في الرب يسوع وما يسيبش ايده ابدا مهما حصل، وعشان ما يحسش الاحساس اللي هو بيجرح قلبه. بس أشكر. شكرا. شوف يا حبيبي، انت بدأت كلامك وبتقول انا انسان خاطي، مع اني واضح من كلامك انك عايش حياة التوبة، لكن ينقصك شيء. حياة التوبة يعني إنسان توضعت أقدامه على طريق التوبة أو طريق النعمة، ربنا استلمك. ولنفرض كنت خاطي، اتدورت ومشيت في اتجاه مضاد للخطية، يعني واحد ماشي للغرب اتدورت وماشي للشرق. حياة التوبة إنك تحتاج لإيمان إنك تستمر ماشي للشرق للنهاية، يبقى عندك ثقة إنك ماشي ناحية الشرق. ممكن تقع في خطية، هنا بقى الكلام التأنيب والبتاع ده كله مش من الله. بيقول إن سقطت أقوم، والصديق يسقط سبع مرات ويقوم. إن سقطت أقوم واستمر ماشي ناحية الشرق. هنا محتاجين للإيمان وغفران رب المجد يسوع وطيبة قلبه وشفقته. غلطت لكن ربنا مش بيقطع رقبتي عشان غلطت. اقوم واستمر ماشي ناحيه الشرق. فبدل ما اقول واصدق ان انا خاطئ على الدوام، لا، انا عايش حياه التوبه وماشي على درب التوبه
وبالإيمان يثبت أقدامي على طريق التوبة، وأنا أقول إنسان عايش حياة التوبة ورايح على السماء. لكن مش أنا إنسان خاطي وحفضل خاطي، ممكن لو وقعت مرة يجي الشيطان فوق دماغك ويزن يزن أنت ولا تبت ولا حاجة، ارجع تاني. فاللي بيحصل إن الإنسان يفضل رايح جاي غرب شرق شرق غرب غرب شرق شرق غرب، لا، ما السكة مش هتخلى من ضعفات ولا هتخلى من سقطات، لكن ماشي ناحية الشرق بس، اتجاه واحد، أنا ثبتت أنظاري على أورشليم وعلى السما رايح. أمين أمين. معنا الأخت نرمين أعتقد من نيويورك. نرمين تفضلي. أيوة. أخت نرمين أهلا وسهلا بيكي. ألو، سلام يا أبونا. سلام. سلام لأختك يا أبونا. أنا معلش يا أبونا، أنا كنت طالبة من أختك سرب الصلاة، لأن أنا كنت تعبانة جدا وبقالي 3 أسابيع مش باكل، عايشة على السوائل بس، ومش يعني مش عارفين إيه السبب جامد. الدكتور النهاردة قال لي الفتحة اللي بتنزل الأكل ورمة و... صوت مش حلو. معلش يا اخت نرمين، الصوت مغلوش خالص، لو اتكرمتي اتصلي بينا مره تانية، يمكن الاتصال التاني يخلي الخط كلير، لان مش قادرين نسمعك كويس. الاخت تريزا من مصر اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي اخت تريزا. الو، اتفضلي حضرتك على الهواء، اسمعينا من التليفون لو سمحت. ملخي أتصابونا. أهلا. أيوة فضالي، إحنا سمعينك. معلش يا أتصابونا، أنا معايا مشكلة. جوزي مش بيروح الكنيسة ومش بيعترف ومش بيتناول، الكلام ده من سنين كتيرة يعني، وفي نفس الوقت معاه صحابه معاهم حاجة اسمها دليل الدلال للمزامير، بيقروا فيها ومعتقدين ان هم بيطلعوا شياطين ويقدروا يخرجوا ارواح شريره. وانا في بيتي ما فيش كلمه ربنا ابدا، بس هو بيحب حضرتك جدا، وانا نفسي حضرتك تصلي لي، لان هو بيشرب وبيخلي اولاد الصغيرين كمان يشربوا معاه، لدرجه ان بنتي الصغيره عندها 2 سنين، لو حضرتك سالتها قلت لها تحبي تشربي ايه، تقول لك بيره او ويسكي او كده، فانا محتاجه الكلمه من حضرتك. شكرا اختي تريزا، تفضلي سابونا. رب المجد يسوع البيت بيت الصلاه يدعى، ويقول سلم على الكنيسة التي في بيتك. بستعجب على الزوج اللي بيدعي انه يخرج شياطين وبيشرب ويخلي ولاده يشربوا وبنته الصغيرة تشرب، يبقى اخراج شياطين ايه؟ اولا دلال، الدلال ده اللي بيقوله دي حاجة بتاعت سحر، بتاعت سحر. لكن نصيحتي لفلان، انك قريب هتقف قدام ربنا وهيقول لك اعطي حساب وكالتك. وكالتك الاولى هي البيت دي، اورشليمك، مراتك وعيالك. مراتك وعيالك مش هتقدر تدخل السماء من غيرهم، لازم يكونوا معاك، يكونوا معاك. واحنا قريب جدا هنقف قدام ربنا يا حبيبي، لا هينفعنا خمره ولا متعه ولا جسد ولا عالم ولا عالم. ولو رفعنا عيون إيماننا للأبدية نلاقي الأبدية قريبة جدا جدا. يعني معلمنا داود لما صلى وقال عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل، هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما كخيال يتمشى الإنسان، إنما باطلا يضجون، يفخر ذخائر ولا يدري من يضمها. دي غربة قليلة قوي قوي قوي. الإنسان هو بيشرب، وطبعا انت عارف هيشرب ايه وهو بيشرب، ممكن المية ما تنزلش من زوره ويعدي يعدي، هنروح على فين يا ابني؟ لازم تعرف انت وغيرك، ربنا ما خلقناش هنا لمتعة الجسد،
ولا خلقنا عشان نبرطع في الدنيا يمين وشمال، لكن خلقنا عشان ننضبط ونعيش حياة منضبطة مستقيمة في خوف الله، في خوف الله، ونصنع مرضاته كل حين وحياة في رضاه ونمجد اسمه. خلقنا أواني روح الله يملكنا ويسود علينا، نمجد فيها اسم الملك المسيح، ونعيش باستقامة، نحفظ الوصية، نبعد عن كل الخطايا، اسم الرب يكون إكليل افتخار على رؤوسنا وترنيمة على ألسنتنا. اسمع الكلام يا ابني وارجع لربنا الآن الآن، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، واحمل رسالتك كرب بيت كعائل كمسؤول، هتقف قدام ربنا يقول لك اديني الحساب. امين امين. معنا الاخت سميره من مصر، اهلا وسهلا بيكي، حضرتك على الهواء اتفضلي. اهلا بحضرتك. سلام الاخت سابونه. سلام. سلام لكل الحاضرين في الاستوديو. شكرا. انت بركه عظيمه لمصر يا اخت سابونه. تعيش. واحنا حابين نسمع عنك كل خير. وانا مدخلتي كنت كان في من شويه واحد بيرفض وجود الروح القدس، وانا مش معاه تماما، لان الروح القدس به نحيا ونتحرك ونوجد. تمام يا ابونا؟ ايوه ايوه سامعيني اتفضلي. عمادنا العماد اللي احنا تعمدناه متهيألي لازم علينا المفروض يبان، وصحح لي معلومتي، ان احنا نتجدد بالولاده الثانيه، وان احنا جه الوقت الازمنه او الزمن اللي احنا فيه، انا حاسه ان احنا في الزمن الاخير، يعني احنا في المنتهى، فيجب علينا ان احنا نرجع المواهب الاولى، لانها ما فيش كلمه في الكتاب المقدس تزول ابدا، يعني غير بمجيء رب يسوع الثاني. فزي ما رب ما بيقول كده، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فانا حاسه ان المواهب دي كانت نعم وكانت حاجات حلوه من ربنا، كانت موجوده في الكنيسه الاولى، ولازم احنا علينا كشعب اعضاء في جسد واحد نرجعها تاني، عشان واحد يتبني نفسيا مع السيد المسيح، والكنيسة كمان كشعب مش حيطان ومباني، كشعب واحد يتبني الحاجة إلى واحد، مش كده برضه يا بابا؟ طب إيه سؤالك يا سمير؟ مش سؤال يا بابا، أنا لمسة حاجات حلوة كتير الأيام دي، لمسة صوت حلو من الروح القدس في حياتي وفي حياة بيتي وفي حياة ولادي، وربنا مشجعني للخدمة كتير، لأن حاسة أن أنا عايزة أنزل الساحة، عايزة أشهد عنه وأتكلم عنه، مش أتكلم بس إخواتي لأ، واللي برا كمان اللي في الحظائر الأخرى. على قلبي أبونا أن الناس كلها تدخل الملكوت، على قلبي أن الناس كلها تعرف الحق. كفانا باطل، كفانا نسمع عن الباطل يا بابا، كفانا كفانا إلهنا إله حق وإله قدير، يستحق أن احنا نبذل كل ما في وسعينا علشان نشهد له ونتكلم عنه. طيب. وبخصوص التكلم بالألسنة، ليه كنيسة بتاعتنا رفضها؟ هي موجودة وما زالت موجودة، ودي موهبة عظيمة من المسيح، موهبة عظيمة جدا من الروح القدس لينا. في ناس بتقول ان هي كانت موجودة ساعة حلول اليوم 50، حلول الروح القدس على التلاميذ، بسبب ان كان موجود اشخاص كتيرة مختلفة الاجناس واللغات. تمام يا بونا؟ شوفي يا سميرة، هنلاقي في اعمال الرسل. ايوه شكرا يا اخ سميرة. اسمعي اسمعي ابونا عايز يعلق تعليق. شكرا، اتفضل يا ابونا. عايز اقول لك حاجة مهمة، الخطورة اني زي ما جه في كلامك، في ناس بتقول زي الورقة دي ما مكتوب فيها، الناس بتقول الناس بتقول ان مفيش الروح القدس ولا الألسنة. احنا في مسيحيتنا مش محتاجين لكلام الناس ولا محتاجين لآراء شخصية، احنا عندنا ثوابت ثوابت ممكن نناقشها إنجيليا بالروح القدس من غير آراء شخصية. يعني حدي لك مثال، ربنا إدى الكنيسة 9 مواهب، ما قالش في مكان إني حيبطل موهبة، ده ناس قارد غلط إن يقول متى جاء الكامل النبوة حتبطل والألسنة ستنتهي، متى جاء الكامل وستنتهي ده فعل ايه؟ مستقبل مستقبل. خدوا كلمة ستنتهي وقعدوا بقى يفسروا هم ده كلام الناس، قال لك الألسنة انتهت، ويجوا يحكوا تاني برضو كلام يقول لك أصل ربنا عمل الآيات والمعجزات في بداية الكنيسة عشان كانت الكنيسة لسه مبتدئة ولازم الكلام إنشا. احنا مش محتاجين لكلام إنشا
وما عندناش في مسيحيتنا كلام إنشاء، عندنا ثوابت لا تقبل المناقشة. يعني سألونا مرة قالوا الخطاب الديني بتاعكم لازم يتغير، قلت الخطاب الديني بتاعنا ثوابت، عندنا مخلص واحد هو المسيح. أمين. والخلاص بالمسيح. أمين. ولازم نتوب. فقلت ثوابت لا تتغير طول. أمين. عمرنا هنتكلم بها من أول المسيحية لمجيء المسيح، ثوابت لا تتغير. المصيبة الكبيرة إن في ناس بتقول آراء شخصية. إحنا مش محتاجين للآراء الشخصية ولا للفلسفات البشرية، ودي اللي سببت الانقسامات الكتير في الكنيسة. لكن عندنا أمور ثابتة من القرون الأولى للمسيحية لا تقبل الشك، لا تقبل الشك. شكرا يا تسابونا. معنا الأخت جانيت من نيوجيرسي، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. ألو. أيوة سلام أبونا. سلام أبونا. أنا كنت عايزة أقول لقدسك بس حاجة صغيرة كده. أنا من 3 سنين قدسك صلت لي وأنا كان عندي تعب كتير في ظهري، وقدسك رشمتني بالصليب وقلت لي بل الشفاء من إيد المسيح. بس أنا غلطت كده، يعني جاني زي شك، قلت بالسهولة دي أنا خفيت. فبعد كده اتعملت العملية في ظهري في العمود الفقري وباظت خالص، والوقت أنا في ألم ليل ونهار بقالي 3 سنين، وهالدرجة مش قادرة أمشي على رجلي. فمش عارفة هل ده كان غلط مني ان انا عملت كده، ولو غلط مني ممكن قدسك يعني حللني وتصلي لي تاني وانا عندي ثقة في صلاتك؟ انا مسامحك ومحلك واقول لك باسم يسوع المسيح الناصري الله يؤمر بشفاك. امين. ربنا معك. امين. شكرا اخت جنت. معنا الاخت هناء من مصر، حضرتك على الهواء، تفضلي. اخت هناء اسمعينا من التليفون لو سمحتي. واضح ان المكالمة سقطت او حاجة. لا لسه هي اللي شغالة عندها التلفزيون. معنا اخت تاني، الاخت سالي، تفضلي. اهلا وسهلا. الو سلام يا تابونا. انا مبسوطه قوي ان انا وصلت وقدرت اكلم قدسك. انا بقالي 3 ايام بحاول اوصل البرنامج. انا عندي 28 سنه ومريضه، بشتكي من روماتويد، وده تعبني قوي، تعب مفاصلي كلها وبيسبب لي الم وورم في مفاصلي، بيخليني مش قادره اقوم اقف تتكلمي منين اعمل اي حاجه. وانا عندي طفله عندها 4 سنين، وجوزي كان حابب يكون في طفل تاني، وقفوا لي من تنسي يا ابونا خالص علشان العلاج تاني ينفع مع الحمل. بس ده تعبني قوي لدرجة انه مخليني مش قادرة اقوم خالص، وببقى قاعدة في السرير ومش قادرة اعمل اي حاجة. انا كتير اعصابي بتتعبني قوي، ببقى نفسيتي تعبانة وبعيط كتير، بس كتير بتعزة زي النهاردة من كلام قدسك الحلقة قد ايه عزتني كتير. بس انا محتاجة قدسك تصلي لي، انا حاسة ان ربنا يتمجد ويبعت لي ايدي الشفاء. امين يا رب. امين، ربنا يؤمر بالشفاك يا بنتي ويبارك حياتك. شكرا اخت سالي، الله يمد ايده بالشفاء. ماثيو من كندا، اهلا وسهلا. هاي ابونا. هاي حبيبي. جو اهيد ماثيو. الخط غالبا الخط وقع. كنت عايز ارجع تاني اتسابونا لنقطه التشكيل. هل للانسان اختيار او اراده انه يقبل او يرفض اللي ربنا بيعمله في حياته من التشكيل؟ واحنا اتفقنا ان التشكيل ده مش رحله ولا منتزه، ده امر صعب. لكن هل الانسان اختيار انه يرفض ان ربنا يشكل فيه، ولا ده امر لا اختيار لنا فيه؟ شوف حضرتك، لو خدنا المثل اللي بيقوله الحق الكتابي، مثل الفخاري. أيوه. والفخاري بيستخدم طين. أيوه. هل الطين يقول لجابله اعملني كده أو كده؟ لا. ولا بيخضع لصباع الفخاري يشكله زي ما هو عايز؟ أيوه. يبقى إذن التشكيل ده نعمة من الله. وبتصرف إلهي لا دخل للإنسان فيه. زي ما الطين في إيد جابله ما بيتحركش ولا بيتكلم،
هنا حياة التسليم بالنسبة للمؤمن، أني أنا خاضع لمشيئة ربنا، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. أنا أشكرك لأنك خدتني من تجربة لتجربة لتجربة، وأنا واثق أنك حتطلعني إناء نافع للخدمة. يبقى أنا ماليش دخل ولا إرادة إطلاقا في التشكيل، أنا الطين وهو جابلي. يبقى ليه رد فعل وهو أني أتجاوب وأترك أخضع نفسي وأسلم. في خضوع أخضع وأسلم كويس خالص، وأنا راضي. نعم. وأنا فرحان. نعم. فرحان بإيده اللي بتشكل فيه. نعم. فرحان بالتجربة، فرحان بالضيقة، فرحان بالخبطة اللي خبطاني، بالمرمطة اللي مرمطني بيها، مدرك أنه بيحسن. ده للعلاج، ده للعلاج. الدكتور بيدي ساعات دواء مر، صح، مر جدا، صح، بس لازم ناخد الدواء، صح، وانا عارف انه هيخف، هيخليني اخف. امين. عايز ارجع لحته الناس بيقولوا والناس مش بيقولوا على الوحي الالهي. في نقطه يعني لما بفكر فيها بتحطه قدامي علامات تعجب كتيره. وكأن عمل الله في الكنيسة الأولى كان كبير جدا وعظيم جدا، أما الكنيسة الحالية فهي كنيسة قوية أقوى من الكنيسة الأولى ولا تحتاج إلى عون الروح القدس، أو كأن الله يعني عمل درجات من الاستخدام والبركة، وهي إنها اتصبت في الكنيسة الأولى، أما في وقتنا الحاضر فالمفروض إحنا كل حاجة يعني ماشية مية في مية مية، مش محتاجين إلى عون الروح القدس. رغم إن العكس صحيح، إن الخطية بتكثر والشر بيزيد وتعقيدات الحياة بتتزايد من جيل لجيل ومرات كتيرة من شهر لشهر ومن سنة لسنة، فاحتياجنا لعمل الروح القدس مش بيقل لكنه يتزايد. وما اعتقدش ان ربنا يعني عمل درجات، لكن اذا حتى افترضنا ان في درجات فما احوج كنيسة اليوم في وقت جفت فيه محبة الكثيرين الى عمل حقيقي من الروح القدس. اقول لحضرتك يا حبيبي، شوف، ان قلنا بالنسبة للناس اللي عايزة تنكر عمل الروح القدس وفلسفات كتير خلال الأيام دي، يعني فلان ده اللي بيقول الكنيسة بتاعتنا بتقول ما فيش الروح القدس، وفلان اللي بيقول أنا عندي تحفظ على اللي بيتكلم عن الروح القدس، أنا هعتبر ده تجديف. تجديف. وهقول شوية حاجات، واللي سمعني يعرف خطورة الأمر واحتياجنا الشديد 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 لعمل الروح القدس. أمين. مكتوب عن الروح القدس إنه ذاك يمجدني. أي. ده المسيح له كل المجد. نعم. بيقول ذاك يمجدني. إن كنا نقول إن هدف وجود الإنسان المسيحي في أرض الغربة هو تمجيد اسم الملك المسيح، بدليل إن المسيح ذاته شخصيا كنائب للإنسان، كابن للإنسان، في نهاية غربته على الأرض أو حال تجسده في الأرض، قال للآب المبارك أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكمل، أنا مجدتك. فلازم أنا في نهاية أيام جسدي على الأرض أقول أنا مجدتك على الأرض. وكل إنسان مسيحي لابد يقول أنا مجدتك على الأرض. واللي مش هيمجد اسم المسيح يعرف سكته رايح فين. يبقى هدفنا كلنا ان احنا نمجد اسم الملك المسيح. اديني فرصة اكرمك وامجدك قبل ما جيلك، بنقول كده. لكن همجد اسم الملك المسيح بايه؟ ذاك يمجدني. مش هقدر امجد اسم المسيح الا بملء روح الله، الا بعمل الروح القدس. اجي اتكلم، لو كان الروح مش عامل فيا هيطلع كلامي زي الدبش وكلامي معسر وكلام عايز يترمي، لكن بملء روح الله هيبقى الكلام مصلح بملح. أيوه. كلام بنعمة، يعطي نعمة للسامعين، يخلص نفوس،
يبني مع ربنا الملكوت ده بعمل الروح القدس. بعمل الروح القدس هيدينا نعمل آيات ومعجزات لمجده هو. أمين. وبعدين قال حاجة تاني، يأخذ مما لي ويخبركم. يأخذ مما لي على مدى الأجيال. الروح القدس بياخد من المسيح ويدينا مواهب، نبوات، تمييز أرواح إلى آخره. يأخذ مما لي ويخبركم. وبعدين حاجة مهمة قوي أساسية للخلاص، المحبة. فيش حد حيروح السماء من غير المحبة. قل لي كده حتيجي منين المحبة؟ وبعدين ده ربنا قال إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منه. فالروح القدس جوانا كنز، وأول ثمرة من ثمار المحبة. قل لي من غير المحبة هتروح فين؟ من غير المحبة، والمحبة أساسها الروح القدس. ده كلام خطير طبعا. أو ده التعليم الشيطاني. دي التعليم الشيطانية. تعليم الشيطانية. شيطان عايز الناس تعيش في الخطية، عايز يبعد روح القوة عنهم ويبعدهم عن روح القوة. لكنكم ستنالون قوة. قوة تغلب الشيطان. أعطاكم سلطان. قوة تغلب الخطية. الخطية لن تسودكم. لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. قوة تغلب الجسد، تغلب العالم. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون شهودا. عارف الناس خرصة ليه؟ ما بيجيبوش سيرة المسيح ليه؟ مش مليئين بالروح. كلام خطير ده. أنا بقالي كام يوم بسمع الحاجات دي. أنا شايف الشيطان عامل نهضة في قلوب كثيرين. نهضة في قلوب كثيرين جوا الكنيسة. جوا الكنيسة. أنا قلبي مليان، قلبي مليان، عايز ربنا يعمل بينا حاجة. أمين. أمين. يعمل بينا حاجة. أيام خطيرة، أيام خطيرة. لكن إن دل على شيء يدل على نهاية الزمان. نهاية الزمان. في وسط الهوجة دي، الهوجة، ممكن نلاقي المسيح جاي. أنا قلت لكم ما فيش روح قدس، دار المسيح هيقول بقى أنا بعت الروح القدس عشان يكون قوة ليك ترفضه. بعت الروح القدس عشان يأيدك بآيات ومعجزات ترفضه. بعته عشان يملك بالمحبة ترفضه. بعته عشان يتكلم على لسانك أنت الجاهل ترفض الروح القدس وتقعد تتخرس ما تتكلمش وما تجيبش سيرتي. يا ما المسيح هيبكت ناس، بس ده لو كان يتكلم، لأنه أمامه حيستد كل فم. يا ابن الروح القدس هو العمود الفقري للكنيسة وللمؤمنين. وبدون عمل الروح القدس لا إيمان ولا خلاص ولا غلبة ولا نصرة ولا شهادة ولا حياة مسيحية. وأنا بأكد وبكرر كلامي، امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح. تعالى ربنا قل له أنا مش فاهم يعني إيه امتلي. تعالى بجهلك، تعالى من غير علم بشري، من غير تفسيرات بشرية، وقول له رب املاني بالروح. املاني. أنا بنادي للعالم كله، قل له يا روح الله املكني، يا روح الله املاني. وأنا واثق أن كثيرين حيمتلئوا بالروح القدس، والرب يعمل بيهم آيات ومعجزات. والرب حيعمل غربلة. غربلة. فلان ادخل، فلان برا برا. بس دلوقتي في فرصة قبل ما يفوت الأوان. يا حبيبي ما عادش في وقت، ما عادش في وقت للأخذ والعطاء والفلسفة. اترمي بجهل عند أقدام المسيح، قل له أنا جاهل. قل له أنا ما فهمش حاجة، بلاش الفلسفة دي. كلم الروح القدس وامسك فيه. كلم الروح القدس وامسك فيه. والرب حيجيب كثيرين، بس أخاف لألا يجيب كثيرين من برا وانت تطلع من جوه. والأولون آخرون برا، والآخرون أولون. أخاف. دلوقتي الفرصة في إيدك. فرصة في إيدك وقدامك. انتهز الفرصة. توب عن خطيتك وامسك في ربنا والمسيح، وامسك في الروح القدس. قل له يا روح الله املكني واملاني. وأنا شايف بالإيمان أن كثيرين حيمتلئوا بالروح. أمين يا رب. أمين. كثيرين حيمتلئوا بالروح. وأدي لك لمحة كده من ملء روح الله. ملء يا ابني، ده مش كلام، مش كلام ولا ادعاء. مرة كنا بنصلي زمان أيام شبابنا، كنا بنصلي
وياما كتير في أكتر من مرة وإحنا بنصلي ربنا رنم فينا، رنم فينا، اوعى تتريق على الكلام ده لئلا تكون مجدف، وأنا ياما نبهت لئلا تكون مجدف. وربنا ادانا ترنيمة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة سكيب روح الله يا رب. ده مش كلام، ده مش كلام، ده مش كلام. رنمنا زمان ترنيمة اسمها فجر البركان، يمكن البعض اعترض عليها في أوانها، لكن حيجي الكلام عنها لو ربنا سمح. لكن وإحنا بنصلي في الليلة دي، وكنا بنصلي لأمر معين وقدامنا أمر معين، فلقينا روح الله بيرنم فينا، بيرنم فينا. نار سحابة قد ركف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد. نار سحابة قد ركف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد. ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد. ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح القدس المجيد. من بعيد هت أبناك وحمل على يدك بناتك، من بعيد هت أبناك وحمل على يدك بناتك. ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون، وبالهبات نفيسة أغمرنا يا حنون. ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون، وما شورت أخي توفل حمقها مع الظنون. يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح، يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح. أوسعي مكان خيماتك ولتبسط ستائر بيعاتك، أوسعي مكان خيماتك ولتبسط ستائر بيعاتك. أطيلي حبالك شديدي أوتادك، أطيلي حبالك شديدي أوتادك، تمتدين لليمين
واليسر آمين آمين. تمتدينا لليمين واليسر آمين آمين. شوف تخيل لما روح الله يرنم فينا بكلام منظم. نعم. وألحان متعددة كل عدد له لحن معين. أظن ده لا لإنسان مأجور لا ولا لإنسان بيدعي ولا عمل بشري، لكن أشهد أمام الملك المسيح اللي قدامي واللي في وسطينا إحنا كلنا اللي بنشاهد في العالم، أشهد إن ده عمل الروح القدس اللي آن الأوان إن إحنا نشهد له. أمين. ونشهد لمجد الملك المسيح، ومكتوب عن الروح ذاك يمجدني. قل لي إزاي وأنا بصلي. أولا أنا يعني ما أعرفش لغة عربية كما يجب يعني، ولا أعرف موسيقى ولا أعرف موسيقى. إزاي الكلام ده يجي منظم وفي وقته على ألسنتنا؟ أنا برفعك وبعليك، بتشعلق فيك لك المجد عشان تديني نعمة وتدي الكل نعمة، ونشهد لك الشهادة الحقانية. أمين اللي ترضيك. أمين. واللي تليق بيك احنا محتاجين نشهد لك، نشهد لك بقوة بقوة. والأيام بتعدي بتعدي، عجبي على الناس، الناس وممكن يكون خدام 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 ينكروا عمل الروح القدس ويجدفوا على الروح القدس. شيء مؤسف. أتسابونا الوقت الحلو دايما يجري بسرعة. إذا خلصنا إحنا اتباركنا وأغنيتنا بكلمة الله وبالتعليم الحقيقية وما يعلمه السيد. بشكر قدسك على الوقت الرائع ده حبيبي حلو. ربنا يديلك القوة ويديك الصحة ويملأك أكتر وأكتر عشان تكون بركة في كل مكان. إحنا بنحبك جدا وبنشكرك على الوقت الرائع اللي قضيته معنا. إحنا بنشكرك كتير يا طيب يا حنين، قلوبنا بين إيديك وحياتنا وأيامنا بين إيديك. إدينا فرصة نكرمك قبل ما جيلك. أمين. فرصة نكرمك. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصه أكرمك قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املاني واملا كل الأواني، ربي بالروح املاني واملا كل الأواني، واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني، قبل ما تيجي تاني، قبل ما تيجي تاني، قبل ما تيجي تاني. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصه أكرمك قبل ما تيجي تاني. شوف احنا فرحانين بالروح، وده قاعد يتكلم ويتريق علينا. يا راجل يا راجل، المسيح قدامك وشايفك وعارفك وسمعك، لكن مش هقول يا ويلك، هقول ربنا يهديك. أمين يا رب. أمين أمين. مجد لاسم الملك. أمين. المسيح مبارك اسم الرب إلى الأبد. شكرا جزيلا يا أتسابونا. أعزائي المشاهدين أشكركم على استضافتكم لينا في الساعات اللي مضت، وأشكر حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم في برنامج آخر وشاشة الكرمة. الرب مع جميعكم.
الجرمان.